أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على المستوى المشرف الذي وصلت إليه قوة دفاع البحرين تنظيما وتسليحا وكفاءة وفعالية في ظل ما تحظى به من دعم لا محدود من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. وأشار سموه إلى الفخر والاعتزاز الدائم بجهود وتضحيات منتسبي قوة دفاع البحرين المخلصين في الدفاع عن سيادة الوطن ومنجزاته الحضارية والحفاظ عن أمنه واستقراره بما يضمن استمرار تحقيق المزيد من الإنجازات ضمن المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله اليوم بزيارة للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وسعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وعدد من كبار الضباط. وخلال الزيارة نوه سموه بالجهود المستمرة لمنتسبي قوة دفاع البحرين لرفع مستوى الجاهزية القتالية لديهم من أجل حماية الوطن وأمن أبنائه، مشيرا إلى الدور الكبير لقوة دفاع البحرين إلى جانب القوات المسلحة في الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وقد قدم لسموه إيجاز عن الخطط الاستراتيجية والبرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها والتي تسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية لقوة دفاع البحرين، معربا سموه عن شكره وتقديره لكافة منتسبي قوة دفاع البحرين متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.